عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي، وتعد تلك الصناديق بديلا متطورا لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجا. النهارده كان صالون بيتكلم على تعظيم دور الاستفادة من صناديق الاستثمارات الخيرية، ودي الصناديق اللي سمحت للجمعيات وغيرها من المؤسسات القائمة على الأعمال الخيرية أن هي تستثمر فائض أموالها. بنحاول أن احنا نلمس الأرض في الفترة الحالية بإزاي أن احنا نقدر ننمي ونقدر ندي أفكار تنموية مستدامة للجمعيات على أرض الواقع، علشان احنا بنحاول في الدولة المصرية والجمهورية الجديدة ما فيش طرف واحد هو عليه عبء بناء هذه الدولة، كل الأطراف متحملة هذه المسؤولية.